جرى مساء اليوم الأربعاء بمقر وزارة الداخلية حفل تسليم السلط بين السيد عبد الوافي لفتيت الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزيرا للداخلية والسيد محمد حصاد. استهل السيد عبد الوافي لفتيت الحاصل على دبلوم مدرسة البوليتكنيك بباريس سنة 1989 ودبلوم المدرسة الوطنية للقناطر والطرق سنة 1991 مشواره المهني بفرنسا في المجال المالي قبل أن يلتحق بمكتب استغلال الموانئ ليعين بين سنتين 1992 و2002 على رأس مديرية الموانئ على التوالي بكل من أكادير وأسفي وطنجة. وفي 13 شتنبر 2003 نال السيد عبد الوافي لفتيت الثقة المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس فعينه عاملا على إقليم الفحص أنجرة قبل أن يعين في أكتوبر 2006 عاملا على إقليم الناظور. وفي 24 يناير 2014 حظي السيد لفتيت بثقة جلالة الملك مجددا حيث عينه وليا على جهة الرباط سلازم مرزعير وعاملا على عمالة الرباط.